اليوم الجلسة كان مؤخرة لإتمام المرافعة، واللي كان اليوم المفروض أنه يرافع هو دفاع المتهم على أساس أنه الطرف المدني والنيابة العامة رافعه. للأسف تنجيو تلقاو دفاع المتهم يعني تيرجع بنا للمراحل الأولى وتيثير النقاط اللي تنعتقد لا علاقة لها بمسار هذه القضية. تارت النقطة ديال الماكلة والنقطة ديال الإهانة اللي تعرض لها المتهم، وتنعتقد باننا في محاكمه ما فيهاش متهمين يعني في اي بي ومتهمين عاديين. العادي واللي كنمارسو حنا يوميا انه ملي كيجيو المتهمين هنا كيبقاو بشكل عادي تيدوزوا الجلسه ديالهم وتيمشيو، ولكن الاستثناء اللي كان وانا اقولها انه بالنسبه للمتهم اللي حنا في الملف ديالو اللي هو السيد توفيق بو عشرين كان الدفاع ديالو تيجي الماكله وتيدخلها ليه، وباذن من المحكمه وباذن من النيابه العامه كان تياكل بشكل عادي. بالاكثر من ذلك في لحظات عده انه الاداره ديال السجن صيفطت له الماكله ديالو، وهذا امتياز تنعتقد بانه فيه ميزه على يعني مع باقي المتهمين. المفروض انه اداره السجون لا كتصيفط هذا المتهم الماكله، خاص تصيفط جميع المتهمين الماكله ديالهم. راه حنا القاعه دابا راه باقي في المحكمه كاين متهمين اخرين اللي ما جاتهمش الماكله، ولذلك ما خصناش نديروا هذا النوع ديال التمييز. النقطه الاخرى اللي كان في موضوع نقاش هو انه بخصوص الوضع في الزنزانه الانفراديه، تنعتقد انه الزنزانه الانفراديه هو امتياز ماشي سلوك من سلوكات التضييق، لانه في الزنزانه الانفراديه على الاقل تكون عندك المساحه اللي ما كايناش في المساحات اخرى. كاين زنزانات اللي فيها 14 15 ديال الناس، انت في الزنزانه بوحديتك الله يحسن العون ما تنقولش الزنزانه واش مزيانه ولا مزيانه، ولكن على الاقل فيها حد ادنى من الشروط اللي يمكن لك تنعس على خاطرك وتفيق على خاطرك وتدخل المرحاض على خاطرك، وهي الاشياء اللي ما مطروحاش للباقين. بخصوص النقطه الاخرى اللي متعلقه بانه ما قيل على اساس انه الدفاع ديال الطرف المدني كان السب والشتم للمتهم، انا تنتكلم على نفسي ما تنتكلمش على الاخرين، تنقول بانه مرافعتي تمت تحت رقابه المحكمه والنيابه العامه ودفاع المتهم، واللي المحضر ديال الجلسه ما غير مسجل فيه انه ولا مره وحده شي واحد من دفاع المتهم ناض واعترض وقال هذه الكلمه خارج الاطار ولا فيها سلوك شائن او فيها سب او فيها قذف. تنقول انه المحكمه لا محماتش المتهم والنيابه العامه ما محماتوش، انت كدفاع ديال المتهم كان المفروض عليك تحمي المتهم ديالك، ولا تقال شي حاجه فيه ما تخلاش دوز، ماشي حتى نساري تجي تضربها بالعصا مع راسك تا نساري وتسالي المرافعه تقول لا عيرته، وفين كنت انت؟ فين كنتي؟ المفروض انه في الابانيه في لحظاتها تقعد تقول اودي هذه الكلمه خادشه، هذه الكلمه غير سليمه، هذه الكلمه خارج الاطار، وتناقش الاشياء في اطار حقوق الدفاع. المفروض وما تخليش المتهم يقول هذا الكلام، انت المحامي مفروض عليك تحمي الموكل ديالك، مفروض عليك. للاسف هذا الشيء كله ما كانش حتى سالينا، وتنعتقد انه هذه العمليه انا اليوم تنقولها هناك اطراف لا تريد لهذا الملف ان ينتهي. ماشي تتهمها مصلحه المتهم، ولكن تتهمها مصالحها هي، خاصها تجي كل جلسه وتطل من خلال هذه القضيه على الراي العام وتقول وتحسن صورتها وتخرج مواقف ضد جهات اخرى عندها حسابات سياسيه مع جهات معينه مع اشخاص معينين، كتصرفها وكتتصرفها من خلال هذا الملف. تنعتقد ان هذا ملف ديال شخص كينتظر ان يحاكم في اقرب الاجل، والمفروض انه الدفاع ديالو يسهر على اساس انه تكون المحاكمه في يعني في وقت معقول، لا ان يبقى هذا الشخص رهن الاعتقال ما عارف براسه فين غادي، ما عارف النتيجه، ما عارف على الاقل انه يتحاكم في اقرب وقت ممكن. دير شي حاجه غيتعاقب، ما دارش حاجه خصو يخرج على وليداتو. هذا هو اللي تنقول. أنا تنقول لك هذه الكلمات كلها اللي اليوم تتداول خارج القاعة. المرافعة مسجلة وعندنا كاتب الضبط أمين يسجل كل صغيرة وكبيرة. وحتى الناس إلى ما تاقوش في كاتب الضبط، أنا تنقول كان المفروض أنه هذا الدفاع اللي سمع هذا الكلام وما انتفضش وما طلبش أنه يسحبه في الوقت، راه فيه تقصير بالمهمة ديالو. أولا هذا الكلام ما تقالش، ولكن إلى كان تقال كان المفروض أنه في إبانه عنده هيئه ديال الدفاع فيها ما يزيد على 12 محامي، حتى واحد فيهم معترض، حتى واحد ما قال هذا الكلام خارج السياق. بالمحكمه الا سمعت شي كلام غير معقول كتقول للمحامي ما تزيدش تسحب هذه الكلمه، ولا ملاحظه واحده وجهت للدفاع بيسحب هذه الكلمه. النيابه العامه كذلك كخصم شريف تسهر على هذه المحاكمه، ولا تدخل واحد من اي جهه من الجهات قال بان هناك كلمه خادشه او حاطه او ماسه بالكرامه يتعين سحبها. وانا تنقول لكم هادشي كلشي مسجل في المحضر، فاننا نمشيو نعسو في القاعه وعلى فرض هادشي تقال ما نعترضوا من يعني ما نناقشوا، وحتى تسالي المرأة تقول لا قلتوا.
تنعتقد هذه مرافعات اللي راه ثلاثه الاسابيع ماشي اليوم هادشي بدا. فالمفروض انه في ابانه النضون اعترضوا نقولوا المحاكمه ما غاتزيدش. اسحاب سيدي الكريمه ما عندها علاقه بالاطار. هذا هو الدور ديال المحامي. الا انا كمحامي اذا المحكمه ما حماتش المتهم ديالي ما نخليهش عرضه، انا ندخل ونطلب الحمايه ليه. الحال انه ما كاين حتى شي حاجه من هادشي، ولا ملاحظه واحده ولا اعتراض واحد سجل لاحد محامي المتهم خلال الجلسه. وانا تنتكلم على نفسي وعلى مرافعتي انه ولا واحد دفاع على المتهم قال بان الاستاذ المسكين انت قلت هذه الكلمه الخادشه او الحاطه او المسه التي من شانها ان يعني انت مسلم متهم. ولا واحد في دفاع على المتهم اللي اليوم تيقولوا قال هذا الكلام. وفيك انتو انا تنقول مرافعتي تمت بحضور النقيب زيان من الاول للاخر. ولا تدخل واحد النقيب زيان تيقول لي استاذ مسكين راه قلتي شي كلمه خارج الاطار. بالعكس عندما انتهينا اثناء المرافعه للاسف ملي تنخرجوا الشطحات بالشكل الذي تعلمونه. اتمنى ان تراعى في هذا الملف مصلحه المتهم، والمتهم اولا يعرف مصلحته، وهو من الذكاء ومن النباهه ما يعطيه الحق في ان يوجه حتى دفاعه، لانه غير مقبول انه نجي انا كدفاع ونطلب اضافه متابعه للمؤازر ديالي. السيد متابع بعقوبه توصل يعني بجريمه توصل العقوبه فيها 20 سنه، تيجي الدفاع ديالو تيلتمس اضافه متابعه وتيقول راه عنده جريمه اخرى اللي كتوصل فيها العقوبه 30 سنه وتيلتمس المحكمه احاله الملف الاختصاص على القاضي التحقيق باش يحقق معاه في هذه الجريمه. تزيديه حرام حرام. بان الدفاع ديال بوشري كيغرق هذا. انا كنقولها دفاع بوشري وراه في حدود مصلحه الموكل. كيف تجي تقول اودي انه راه كاين ظرف تشديد ما كاينش من ضمن فصول المتابعه تلتمس المحكمه عدم الاختصاص ويحالف على قضيه التحقيق باش يحقق معاه فيه، لانه التجار بالبشر تم على امراه حامل وهو غير متابع به. هو غير متابع بالتجار على امراه حامل والفقره 4 ماشي من ضمن فصول المتابعه، تجي تطلبها زعما صعيبه. في دول اخرى تحترم نفسها اللي داير هذه الاشياء هذا خطا يؤدي الى التشطيب. هذا اخلال بحقوق الدفاع. انت تجي ترافع ضد الموكل ديالك، انا الموكل ديالي هو اللي يعترف. يجي ويعترف نناقش الاعتراف ديالو، ما نجيش نقول لهم لا راه اعترف صافي دينه لا. واعتراف واش كان تحت الضغط، واش الظروف النفسيه تسمح، واش كذا، واش كذا، الى غير ذلك من الاشياء اللي يمكن لي انني انا بصفتي محامي ادافع على المتهم لا اغرق. انا ما عنديش منطق الغراق، انا جيت كندافع على مصلحه المتهم وتنقلب لي على الحل اللي كيتماشى مع ظروف القضيه، ما نجيش نضيف اشياء اللي هي ضد مصلحه المتهم ولا ظروفي التكتيكيه. انا قلت لكم من الاول هناك جهات تسعى لان يبقى هذا الملف قائما اللي كتخرج للاعلام وكيتخرج للمواطن كل يوم وتقول الكلام اللي حنا اعتدنا اننا نسمعوه. هذا هو كل ما هنالك.